الحاجه ام شريف من القليوبيه. اهلا، السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بص يا فندم، بعدين حضرتك هسالك سؤالين. هو اول سؤال انا هساله، والثاني هدي لابني التليفون هو يساله لك. طيب اتفضلي. ماشي. بصي حضرتك، بصي يعني ايه، انا بنتي كنت عندها، فهي كانت متخانقه هي وجوزها. المهم ايه، المهم راح ضاربها وراح نازل، فهي راحت ايه دعت عليه، قالت حسبي الله ونعم الوكيل، انت ماشي على طريق. فانا بقول لها انت بتبتدي عليه، بتقولي لا ده انا بحاسبه، بس انت كده بتدعي عليه، هو ماشي على طريق حرام عليكي. قالت لي لا يا لا يا ماما انا بحزن بس. طيب ايه تاني؟ قلت لها ايه، طب انا هسال واشوف. طيب ده سؤال حضرتك، سؤال ابن حضرتك بقى. معلش بقى، هو مع حضرتك عشان اتفضل اتفضل. الو، صباح الفل يا عم شيخ. صباح الفل، ماشي اتفضل يا فندم. هو بص، عايز اسالك بس سؤال. هو دلوقتي انا شغال في حاجه اسمها التداول، تمام؟ ماشي. التداول ده بيخليني مثلا اكسب في الشهر مبالغ كبيره جدا. لا معلش، هو ايه التداول ده؟ ده شغل سوق مالي كبير جدا، سوق اسمه فوركس. والله؟ اه والله. طب ما ده اسمه سوق تبادل العملات. اه، سوق اسمه سوق العملات العالمي فوركس، ده سوق كبير يعني. اه، بتشتغل بقى فيه بقى؟ ده بدخل اشتغل فيه دوت، مثلا لو الدولار مثلا يغلى بعد اسبوع، فانا في حاجه اسمها زي البنوك وكده، بنحلل احنا وبنعرف وبنشتغل وبنكسب الفرق. يعني انت اللي بتحلل 20 والنهارده بخمسه، احنا بنكسب 15 مثلا. معلش، انت اللي بتحلل ولا انت حاطط فلوسك مع حد بروكر سمسار؟ لا، انا اللي بشغل فلوسي بنفسي. الكليه دي بتعلمني وانا بشغل، وانا شغال، بس انا بكسب فعلا، بس اللي انا بكسبه فلوس كتير، يعني مبلغ كبير. ممكن بعد اذن حضرتك، احنا عندنا فتوى في الفوركس في دار الافتاء، فانا اللي انت بتقوله ده احنا دارسينه. انت بتستخدم المارجن ولا لا؟ تقول ايه؟ بتستخدم المارجن الرافعه ولا لا؟ اه، بنستخدمها. طيب المارجن دي بقى يا سيدي، تكييفها ايه؟ انت دلوقتي دفعت 100 دولار، تمام؟ فهو بيديلك، بيتيح لك ان انت تقعد تشتري ب 1000 دولار، صح؟ هو مش صح قوي يا عم الشيخ. امال انت ايه؟ قول لي بتعمل ايه؟ هقول لك. هو بص، احنا مثلا دلوقتي، مثلا احنا عندنا مثلا اليورو مثلا والعمل دي كلها، مثلا الدولار قدام الجنيه المصري نزل، فاحنا بندي حاجه اسمها امر شراء او امر بيع او حاجات زي كده مثلا، تمام؟ انت ما بتديش يا نفسنا الدايركت المكسب بتاعنا، تمام؟ يا شريف يا شريف، أيوة، انت ما بتديش امر. انت كل الحكايه، انت مش ممكن. طب انت قول لي، انت بتتاجر بكام؟ بتتاجر ب 10000 دولار؟ لا يمكن ابدا يكون عندك بوينت في بورصه لندن ولا بورصه نيويورك ولا بورصه طوكيو ابدا وانت معاك 10000 دولار. انت بتدي الفلوس دي للشركه، والشركه بتجمع منك ومن غيرك ومن غيرك ومن غيرك، وهي اللي بتروح بتنفذ العمليه. انت بتقول له نفذ لي، واذا فلوسك فضلت تخسر لغايه ما وصلنا انك انت بقى عندك نص المبلغ، فهو بيروح يوقف. بيحصل كده؟ هو صراحه مش شيخ، انا داخل على سنه ما حصلش معايا بصراحه ان حاجه يا فندم. ما هو ما حصلش معاك. طب انا هقول لك حاجه، انت قريت التعاقد اللي بينك وبين الشركه دي؟ لا، هو مفيش تعاقد. هو انا دخلت دي كليه، دخلت درست وتعلمت، تمام؟ وبعد ما خلصت فيها اسمها ايام اكاديمي، بعد ما خلصت وتعلمت انا بشتغل. مش هو علمك يعني الاول كده معايا؟ مش هو الاول علمك على دي؟ وبشتغل بنفسي، اللي هو مش حد اصلا معاه فلوسي، لا انا اللي حطيتها وانا اللي بشغلها وانا اللي انا درسته وبنفذه. يعني انا دلوقتي لو دخلت في بورصه مثلا نيويورك، الاقي اسم الاستاذ شريف هناك؟ لا، ما هي ملهاش اسامي يا عم الشيخ. يا سيدي، انا لما انت هتنفذ الامر، انت لما هتنفذ الامر ده، ما انا عايز افهمك بس، انت لما هتنفذ الامر ده، الامر ده وتنفيذه هيبقى انت البائع والمشتري ولا الاكاديميه اللي انت فيها؟ لا، الاكاديميه اللي انا فيها دي كلها. يبقى ما حضرتك ما تقولش ان انت بتباشر البيع والشراء يا شريف. اللي انت بتعمله ده ببساطه خالص، اللي انت بتعمله ان هو بيديلك شويه حاجات انت ما قريتهاش، بس انا عايزك بس تروح تقرا شويه عن الفوركس. اللي حاصل ده، انت لو خسرت فلوسك، هو دلوقتي سواء انت كسبت او خسرت، هو بياخد ايه؟ بياخد العموله بتاعته، اللي هي الاكاديميه دي بتاخد العموله بتاعتها، صح؟ شريف راح فين؟ لازم ان انا اديلهم يا شريف.
انا مش لازم يعني، اللي هو انا براحتي، انا لو عايز ادفع ادفع. الاكاديميه دي بتعلمني يعني، بس الاكاديميه دي في حاجه اسمها كوبي بيست، اكيد انت عارفها يعني. هم اللي بيدوني اصلا الصفقات ديت وهم اللي بياخدوها يعني. انا مثلا اخر الشهر بعمل مثلا 13 14 مثلا، تمام. مثلا الاكاديميه ممكن تاخد مني 2000، هو هي فعلا تاخد مني 2000، بس هي مكسباني قدام مثلا 2000 دول يجي 8 9000. بص يا سيد شريف، احنا عندنا الفوركس الحكم بتاعه ان هو ممنوع حرام لاسباب كتيره خالص. السبب الاولاني، انت لو اختلفت مع الاكاديميه هترفع قضيه فين؟ يعني انت دلوقتي لو حصل خلل، انت اديت امر شراء، امر بيع او امر شراء، والاكاديميه لسبب من الاسباب حصل خلل وما عملتش ده، لما تيجي تتقاضى مع الـ مع الـ مع الـ مع الاكاديميه هتذهب هتروح لاني محكمه؟ ما تعرفش. انت لو انك انت بتستخدم المارجن، المارجن ده بيبقى دين عليك ولا بيبقى ايه؟ ما تعرفش. كل هذا الغرر وكل هذا عدم الحمايه القانونيه دي ادت الى ايه؟ ادت ببساطه خالص ان احنا نقول ان هذا التعامل ممنوع، الا اذا كان التعامل اللي انت بتعمله فعلا هو بيع. اهو اديني بقول لك اهو، اذا كان الوسيط بتاعك هو اللي بيعمل ده كله ومفيش انت عمل مباشر، بمعنى ان انت مش بتدخل على البورصه تبيع وتشتري بنفسك، دوت هيكون ممنوع. طب افرض انت بتشتري وتبيع بنفسك، خلاص هيبقى تبادل العملات ده جائز وليس حراما. يبقى الفوركس اذا كنت انت بتشتغل عن طريق حد بيعمل لك مارجن، او انك انت بتروح تشتري وتعطي هذا المال لهذه المؤسسه، والمؤسسه دي مفيش حماية قانونية ليك، فمش هنقدر نقول لك ان انت تعرض مالك لهذه المخاطر. ولذلك احنا قلنا بان الفوركس ليست معاملة جائزة لعدم توفر حماية قانونية ولما تشتمل عليه من غرر ولكل المخاطر اللي بتكون في المسألة دي، وخاصة مع اشخاص هم مش عارفين الاموال اللي بتتاخد منهم دي في اي الاوامر هيتم الشراء وهيتم البيع. عشان كده بنقول لا، الفوركس بهذه الطريقه لا يكون جائزا.